قبل الكول. أنا اسمي ميسة منصور روحانة، ساكنة بسان هوزي كاليفورنيا، وجديد بلشت بمشروع اسمه ميسة مندلا. هذا المشروع، أول قبل ما أبلش أحكي عن المشروع، حابي بس بالأول أحكي لكم هيك شوي صغير شو يعني مندلا. يعني في كتير ناس بقولوا لي شو هاي مندلا. فالمندلا هي نوع فن، هي كتير بتعلق بالفن، كتير قديم وبتعلق بالديانة البوذية أو الهندوسية كمان. اللي المندلا هي تعني دائرة، وهني بأمنوا أنه هاي الدائرة هي اللانهائية، هي الكون. وأغلب المندلا بهاي الديانات هي دائرية وجواتها كتير علامات، وأكترها فن فيه أشكال هندسية وتشمل الدائرة نفسها بالنهاية. فأنا كتير أعجبت بهذا النوع الفن وأخذته ما بين مندلا اللي هي رسومات، وفي كمان مندلا النوع الثاني ما يسمى بمندلا داتس اللي هي عبارة عن نقاط. فأنا رحت على اتجاه النقاط. فشغلي هو أغلبه هو رسم هاي المندلا عن طريق النقاط، وبتطلع بالآخر رسمة حلوة، أشكال مختلفة بالآخر بتطلع، ألوان مختلفة، وأنا طبقتها على منتوجات. يعني شغلي هو رسم المندلا على مثلا، ممكن أنه رسم على حلق، رسم على كانفاس أو أقمشة، رسم على قاعدات الفناجين، إن كان فناجين قهوة أو فناجين النسكافيه أو فناجين الشاي، رسم على صواني تطلع بالآخر زخرفة مندلا إلى آخره. يعني إلى ما لا نهاية من الإمكانيات، بس إنه أطبق الرسمة على هاي المنتجات. الإشي بلش فعلاً عن طريق الصدفة، إنه حسيت إنه حابة أعمل، بلشت بمزهرية عندي بالبيت وقلت يلا ما دام أنا عندي وقت بدي أساوي، وهيك الإشي بلش. فتنا بكوفيد وكان عندي ساعات مليان ساعات خلال النهار اللي أنا عن جد قاعدة فيها، فقلت أوكي أجا الوقت أنه أنا بدي أعمل إشي لنفسي ويكون في عندي اكتفاء وأنا قاعدة أعمله، يعني إشي اللي أنا بهواه وبنفس الوقت بدي أطلع منه منتوج. فهيك وشوي صغيري بلشت مع الأيامات أنه أنا أرسم على المزهريات، بعدين أرسم على أزاز، بعدين أرسم على فخار، بعدين أرسم على الكانفاس، وأهدي هاي الأشياء لأصحابي. وبعدين فكرت أنه أوكي ليش ما أعملش منه مشروع. وكان بتذكر وقتها شهر قبل عيد الميلاد، فقلت بدي أعملهن على الأورنمنتس اللي بنحطه على الشجرة، وهيك بلشت جبت الخشب وبلشت أرسم عليهن. وعلنت الإشي قدام الكل، أعلنت على الفيسبوك، أعلنت على الإنستغرام، أعلنت على بين أصحابي، وشوي شوي صار يجيني طلبات لأنه حسوا الناس أنه هذا الإشي مش كتير موجود وبالذات بمنطقتنا، والإشي حلو. فكانت الطلبات أكترها تكون أنت شو بتحب الرسمة تكون، وأنت شو بتحب كمان أنه تكون الألوان. فصرت كمان ألائم الرسومات والألوان على حسب شو الزبون بده. وهيك شوي شوي كمان صرت أطور حالي من الأورنامنتس للقاعدات تبعون الفناجين الشاي أو فناجين القهوة لصواني وإلى آخره. فبالنسبة إلي يعني إنه المشروع بلش كهواي، الاكتفاء تبعي بالموضوع إذا ما بدي أتطرق على الناحية الاقتصادية هو شعوري. أول إشي المندلة بتعطيك هذا الشعور بالراحة أنك أنت عم بتساوي، وبالذات إذا هيك في موسيقى هادي، شعور بالراحة فعلاً زي كأنك عم تعملي مديتيشن. فأنت عم ترسم عم تعملي مديتيشن بنفس الوقت، وبنفس الوقت أنت عم تعملي إشي اللي حبيته وعم بتبعيه. فإنه أنا عم بشوف أنه الإشياء اللي أنا عم بعملها عم بطبقها، وبتطلع بالآخر منتوج ملموس وعم بعطيه للزبون وأقبض عليه مصاري. هذا بالنسبة إلي كان الإشي اللي قال لي أوكي بدك تكملي فيه. وهيك الإشي بلش وصل لي أكمل شهر فيه، وإن شاء الله بقدر أكمل أكتر لقدام. نصيحتي للنساء اللي بتحب تبني مشاريع تجارية من خبرتي الذاتية، أول نصيحة أنك تعملي الإشي اللي أنت بتحبيه. يعني أنا بالنسبة لي هو مشروع التجاري هو هوايتي طبقتها لحتى تصير مشروع تجاري، يعني إشي اللي أنا حابة أعمله وهيك أنا عم بنتجه وعملت منه مشروع تجاري.
الشغلة الثانية ما تخافيش، جربي، يعني ممكن أن أكتب لك شيء بالتجربة ومن هناك تكملي لقدام، يعني ما تترددي أنك تبلشي بهاي الخطوة الأولى اللي بالألف ميل، بدك تخطيها، ما تتردديش أنك تخطيها، لأنه ممكن تفتح لك إمكانيات اللي أنت أصلاً ما كنتش شايفيتها. أنا ما كنتش شايفيتها لما أنا بلشت لأنه أوكي بدي أدمج الوقت اللي عندي مع هاي الإشي الحلو اللي أنا بحب أعمله. من هناك فتحت مجالات اللي أنا ما كنتش شايفتها قدامي، ما كنتش أعرفها حتى عن حالي. ادمجي الناس اللي حواليكي، اي دعم تقدري تاخديه من الناس اللي حواليكي بعطيكي طاقات وبعطيكي قوة انك تمشي كمان لقدام. ما تترددي تطلبي مساعدة من اي حدا، ما تترددي تطلبي نصيحة من اي حدا، ما تترددي تشاركي كمان عائلتك بمشروعك. تقدريش تعرفي قديش اعضاء عائلتك ممكن يساعدوك وانت حتى مش عارفي. انا عندي 3 اولاد، اللي دعمني بالأول هن الصبيان 2 لأنه صغوفي بعد صغيري، بس فريد وجول لولادي عمرين 14 سنة، وهن أول ما قالوا لي ماما ليش تعمليش منه مصلحة، عم ترسمي حلو بيعي، وأنا ما كنتش مفكري أو أوكي هاي الجملة تبعتين، ويلا بلشت بالمشروع ومن هناك الإشي كبر. فهاي كلمة صغيرة من أي حدا، طبعا أي حدا اللي أنت بتحس أنه رح يعطيك هذا الدعم الإيجابي خديها وحطيها بذهنك، حتى لو بدكش تستعمليها إسا رح تستعمليها بعدين، بس خديها.